سبيريت إيرلاينز شركة طيران أمريكية أعلنت أمس أنه بعد ما هبطت إحدى طائراتها في عاصمة هايتي قادمة من فلوريدا تعرضت لإطلاق نار وأقلعت تاني بسرعة ونزلت في الدومينيكان. الواقعة مو مصورة لكن الآثار داخل وخارج الطائرة موثقة. الشركة كشفت أن الركاب ما صار لهم شيء والطائرة تعرضت لإصابات وبالإضافة لإصابة طفيفة لأحد أفراد طاقم الطائرة. وأعلنت الشركة تعليق رحلاتها لهايتي حتى إشعار آخر. شركات أمريكية أخرى كمان أخذت نفس القرار ووقفت رحلاتها لهايتي مثل أمريكان إيرلاينز وجت بلو. والمفاجأة كانت كمان أن شركات ثانية كمان قالت أن طياراتها تعرضت لإطلاق نار. مين أطلق النار بالضبط مو معروف، لكن عموماً هايتي بتعيش توتر وأعمال عنف ترتكبها عصابات في الشوارع بشكل كبير، ومن سنوات بيعانوا من اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وكوارث طبيعية. لكن من فبراير الماضي الوضع تفاقم لما عصابات مسلحة هاجمت مراكز شرطة وسجون ومقرات حكومية للإطاحة برئيس الوزراء وقتها، وجلسوا أسابيع يتخانقوا على قيادة الوزارات. وأمس المجلس الرئاسي المؤقت أقال رئيس الوزراء الموجود وعين مكانه رئيس حكومة جديد أدى اليمين بعد ساعات من الحادثة اللي تعرضت لها الطيارة. وعلى فكرة من ساعات في كمان أنباء بتقول إنه المطار الأساسي في هايتي أغلق بعد واقعة إطلاق النار على طيارة اللي حصلت. طيب من بورت أوبرانس عندنا أو أوبرانس ينضم إلينا الصحفي ويلدلور ميرانكور. أهلا فيك معنا. خلينا نبتدي من أول شيء من الأخبار المتداولة عن موضوع إغلاق المطار. هل فعلا تم إغلاق المطار الرئيسي؟ نعم هذا صحيح، المطار أغلق وهذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي تقطع فيها هايتي عن العالم بأكمله بسبب أعمال العصابات في العاصمة والذين يعيثون الفوضى خاصة في الأحياء الرئيسية وكذلك في أعمالهم غير القانونية ما تسبب في إجبار مئات الآلاف من الفرار من العاصمة أغلبهم لجأ إلى الجنوب بسبب أعمال العنف. طيب مين اللي بيطلق النار على يعني أو مين أطلق النار على هذه الطائرة والطائرات الأخرى اللي تم الحديث عن إطلاق النار عليها؟ ليس واضحا أي العصابات هي التي أطلقت الرصاص أو أطلقت ضد الطائرات. ليست لدينا المعلومات المحددة ضد من أو حول من شن هذه الهجمات، ولكن المنطقة المجاورة للمطار يسيطر عليها عصابات محلية. كما نعرف بأن العصابات الهايتية مسلحة بأسلحة ثقيلة وتمتلك أسلحة بإمكانها إسقاط أو إطلاق الأسلحة بعيدة أو نيران بعيدة المدى، فقد تكون أي عصابة. ولكننا نعرف أيضا أنهم منذ شهر فبراير من هذا العام أعلنوا عن ائتلاف للعصابات leading together، وهذا الائتلاف وحد بين أعضاء العصابات الرئيسية في هايتي، وهدفهم الرئيسي على ما يبدو سياسي. وفي شهر فبراير ومارس قاموا بالإطاحة بالحكومة وتسببوا باستقالة رئيس الوزراء، وبعد بضعة أشهر كان لدينا رئيس وزراء جديد وحتى مجلس رئاسي، واليوم يبدو أنهم غير سعداء بحال البلاد، وربما قدموا طلبات للحكومة ولكن الحكومة طلبت منهم التخلي عن أسلحتهم وقبول الخضوع للسلطة الحكومة الهايتية، ولكنهم رفضوا ذلك. طيب ويدلور، يعني صراحة صادم الموضوع، يعني العصابات تجمعت وعملت ائتلاف عصابات زي الائتلاف اللي بتعمله الحكومات وما إلى ذلك. طيب إذا يعني ليش ما إذا هم جالسين بيسيطروا على مين بيحكم وبيخوفوا مين بيحكم عندهم أسلحة وكذا، ليش ما هم كمان يجوا للحكم؟
نحن نعرف على مدى التاريخ أن عصابات معينة في هايتي قريبة من الشركات الكبرى والحكومة الهايتية. في الأعوام الماضية حكومة كندا فرضت عقوبات على 30 سياسيا من هايتي ورجل أعمال بسبب ارتباطاتهم بالعصابات. ونحن نتحدث عن 4 رؤساء وزراء أو رؤساء وزراء سابقين ورؤساء سابقين ضمن هذه القائمة. وأمريكا أيضا فرضت العقوبات على رجال أعمال وحتى رؤساء وزراء بسبب ارتباطاتهم بالعصابات. ونحن نعرف أيضا أن بعض العصابات لديها علاقات بقطاع الأعمال في هايتي والتي سلحتهم في فترات مختلفة من أجل الإطاحة مثلا برجال أعمال كبار. وكل هذا الوقت ومع مرور الوقت أصبحت هذه العصابات مستقلة وبدأوا بعمليات اختطاف من أجل كسب الأموال. نعم. طيب ويدلور، واحدة من الأشياء اللي لاحظناها وإذا يعني تقدر تعلق لنا عليها، ونحن بنتفرج على الصور في هايتي طبعا، أنه الشوارع فعلا مسيطر عليها من المسلحين، والمسلحين موجودين بكثرة، لكن الناس بتمشي جنبهم وهي مثلا تقوم بالتسوق أو بالمشي عادي وكذا، ولا كأنه في مسلح يعني جالس أو مجموعة مسلحين، يعني الناس تمارس حياتها بشكل طبيعي. لا أعرف إن كان أحد يستطيع أن يعيش حياته بشكل طبيعي بينما تكون كل شيء تحت سيطرة العصابات. ربما كلمة الطبيعي لا تناسب الحياة هنا، بينما يتهم أغلب رجال العصابات حتى بالعنف الجنسي. وحتى وفقا لليونيسف الوكالة الأممية أن بين حوالي 40% من أعضاء العصابات هم من الأطفال الذين يرغمون على الانخراط في هذه العصابات. نحن نعيش في أوضاع صعبة ومعقدة جدا في هايتي، وأغلب الأسلحة هنا تأتي من أمريكا، والسلطات في هايتي ناشدت الحكومة الأمريكية مرارا لفعل شيء لوقف تدفق الأسلحة، ومع ذلك نرى الذخيرة بكميات كبيرة تدخل إلى بلادنا. وكذلك لاحظنا التردي الأوضاع الإنسانية، أكثر من 700,000 نازح بسبب العصابات، وهذه العصابات منخرطة على ما يبدو في تجارة المخدرات وكافة الأعمال غير القانونية. هنا السكان لا يعرفون ما سيحصل في حياتهم مع مجرد خروجهم من المنزل، فما عاد هنالك شيء يفعلونه لأن الدولة انهارت وما عاد لها أي سيطرة على ما يجري. نعم نعم أكيد طبعا، يعني من الواضح يعني الأسلوب الحياة يعني أكيد تأثر جدا من الجميع. بس إحنا شفنا في الصور زي ما ذكرت لك أنه بعض الناس يعني بيضطروا أنهم بيخرجوا يبدو، ويعني يدخلوا سوبر ماركتات ويشتروا وكذا وخلاص، يعني كأنه هذا قدر الإمكان، وكأنه الواقع هو هذه الحياة المسلحة يعني، أو المسلحين وجودهم في الحياة. على العموم من بورت أوبرانس يعني انضم إلينا الصحفي ويدلور ميرانكور.